قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل الحفر آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريء يا مؤمنون يا مؤمنون احزنوا فالنار شاعلة ترمي على عروة الإيمان بالشرر ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم لا طبت من رجعة كانت ومن سفري تذكروا مبتدى أيام رجعتهم وأعقبوا سوء ما لا يقوا بذا الخبر فسلهم هل رجعتم للجسوم وقيت تركتموها مزار الذئب والنسر.